قال الإعلامي عمرو أديب إن الأسعار تزداد عالميا خلال عام 2022 بسبب استمرار التضخم، إضافة إلى أن أزمة كورونا لن تنتهي، لافتا إلى أن تصريحاته ليست تمهيدا لما سيحدث مستقبلا وإنما بناء على الأخبار المتداولة على المواقع العالمية. وأضاف عمرو أديب أن الدول تضخ السلع في الأسواق لتحقيق التوازن وعدم ارتفاع الأسعار، موضحا أنهم بيلجؤون للحصول على المواد من مصادر أرخص عالميا لتفادي الأزمة، وشدد على أهمية التعامل مع الموارد بمزيد من الحرص لأنها ليست كثيرة عالميا، مضيفا اليوم الحديث كله عن أمرين كورونا والأسعار، والمواطنين عليهم الحذر خلال الفترة المقبلة بسبب ما سيحدث عالميا وتبعاته على مصر. وأشار إلى أن زيادة الأسعار بتشمل الغني والفقير، متابعا الخوف ليس من التضخم فقط وإنما الكساد بمعنى زيادة الأسعار وعدم وجود حركة بيع في الأسواق، والأمر بيتطلب توفير فرص عمل والاستمرار في المشروعات وعمل المصانع. وتابع في عام 2022 الأسعار في العالم كله هتزيد، والأسعار هتزيد في دول العالم أولا ثم هتتنقل لمصر، والزيادات التي تحدث في الخارج تأتي إلى مصر، الزيت لما ارتفع في الخارج ارتفع في مصر، وهكذا السماد والبترول، وكله هيصب عندنا في النهاية. لكن القضية هي الزيادات هتصلنا امتى وهنقدر نستوعب ده ازاي؟ واوضح ان القضية في كيفية استيعاب الدولة والمواطنين لزيادات التضخم، وما هي السلع التي سيتم ضخها في الاسواق لكي لا يحدث نقص وارتفاع في الاسعار.